مين أهلي؟ ما بعرف ما بعرف. طيب أنا كيف جيت لعندك لهون؟ اشتريناك من واحد بالمصاري. اشتريتوني بالمصاري؟ ايه يا ابني اشتريناك بالمصاري. وانت عمرك شهرين وما كنت واعيان شي من هالدنيا. طيب من مين اشتريتوني؟ من واحد اسمه ابو دعاس. ليش لحتى تشتروني يعني؟ ليش؟ هاي معك حق تسألني فيها يا ابني، معك حق. أنا رح أقول لك ليش. يا بي أمك الله يرحمها ما كانت تجيب ولاد، وأنا الحق علي اللي ما تجوزت عليها وجبت لها ولدي سر قلبه بدل منك يا صياح. أهلي مين يا بيك؟ مين أهلي؟ حمو ماما. أنا بجوز كون أنا ابن حرام؟ أنا ابن حرام؟ لا لا، انت ابن حلال، ابن حلال. معناته اذا بتعرف انه انا ابن حلال اكيد بتعرف أهل.